lobbyists day in Lebanon. We'll be discussing with the Israelis what they're going to do. إنما هي خدمة لكل الإنسانية. חיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של לפני שנה. البداية لمرحلة جديدة. إيران تعدد بتوسيع نطاق الحرب لتشمل مصالح الدول الداعمة. ارتفع منحنى المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. يطلق حزب الله عشرات الصواريخ ضاربتها على الضاحية الجنوبية. تضرب إسرائيل قلب دمشق وإلى الحدود مع سوريا. حركة نزوح كثيفة لسوريا. مستمرون في تغطيتنا للتطورات الميدانية في سوريا وفي لبنان وفي غزة. أهلا بكم. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل الأعلى وحيفا وأطرد بعضها، فيما سقط البعض الآخر بمناطق مفتوحة. أعلن حزب الله اليوم أنه تصدى لمحاولتي تقدم لقوات إسرائيلية إلى مناطق في جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا جنودا إسرائيليين لدى محاولتهم التقدم باتجاه قرية اللبونة الحدودية اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ وحققوا إصابات، الأمر الذي أدى إلى تراجعهم. وفي بيان ثاني للحزب أعلن أن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدة وأوقعوا فيها إصابات دقيقة. شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان خلال الساعات الماضية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل قوات إضافية تضم دبابات ومدافع وجنود، وأكد في الوقت ذاته أنه مستمر في معركته مع حزب الله حتى تحقيق أهدافه. من جانبه واصل حزب الله وفق عدة بيانات أصدرها تصديه لمحاولات الجيش الإسرائيلي التقدم إلى مناطقه في لبنان. نشرت هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. وقالت مراسلتنا إن الجيش الإسرائيلي وصل إلى إحدى تلال مارون الراس ورفع علمه عليها ثم انسحب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. שימו לב, הטיילת האיראנית. מול אביבים. מול אביבים. שימו לב, הטיילת האיראנית. מול אביבים. מול אביבים.
שימו לב, הטיילת האיראנית. מול אביבים. للنقاش معي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي مروان حيدر. أهلا بك أستاذ مروان. أستاذ مروان، نعيم قاسم يقول بأن الحزب منفتح على وقف إطلاق النار وعلى اقتراح فصل الجبهات، لكن من ناحية أخرى على أرض الواقع ميدانيا نسمع الحزب يقول ويهدد بأنه سيضرب مدن أخرى غير حيفا في وسط إسرائيل. من أي الموقفين نستسقي ماذا يريد حزب الله؟ نعم، تحية لك ألاء وللمشاهدين الكرام. بالطبع فسرت كلمة الشيخ نعيم قاسم في أكثر من موضع، فمنهم من قال بأنه منفتح على وقف إطلاق النار وفصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الغزاوية، وبالتالي هنا تخفيض لشروط وسقف شروط حزب الله التي كانت مترابطة مع جبهة غزة. لكن اليوم إذا ما قرأنا الخطاب كما قالته وسائل إعلامية مقربة من حزب الله أو من محور الممانعة، يقال أن نعيم قاسم لم يقل بأن هناك ربط للجبهات، إنما هو قال أن هذه الجبهة دفاعا عن لبنان ودفاعا عن غزة. لكن كل بيانات حزب الله التي تصدر عند كل مناسبة في عملية التصدي أو الضرب أو الهجوم على إسرائيل أو القصف الصاروخي وإلى آخره، تقول بأن هذه العمليات كانت دفاعا عن لبنان ونصرة لغزة. إذا ما فسر كلام نعيم قاسم في السياسة، هناك بعض الأحاديث السياسية في لبنان تقول بأن اللبنانيين أو الدبلوماسية اللبنانية على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري الذي كلف أيضا بالتفاوض وهو رئيس مجلس النواب اللبناني، بأن أعطي الأوامر لهذه السلطة بأن تتولى النقاش السياسي والحوار من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، يعني ضمن سقوف معتدلة ومنها ربما وقف إطلاق النار في لبنان بعيدا عن ربطه باتفاق وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة. لكن 1701 ضمن هذا الاتفاق حاضرا وقضية وقف إطلاق النار في لبنان، لكن العدو الإسرائيلي ونتنياهو يريد رفع سقف هذه التوقعات في النقاشات على مبدأ أنني الأقوى على الأرض، وبالتالي هنا يقول الجانب الإسرائيلي بأن إحدى شروط هذه الاتفاقية ما إذا تمت هي سحب سلاح حزب الله، وبالتالي هذه من ضمن الشروط الصعبة التي يعني إذا ما تخلى فيها 9. يعني أكثر أصلا من 1559، يعني 1559 أتى في مرحلة معينة، الآن يريد الإسرائيلي سحب سلاح حزب الله بشكل كامل وابتعاده إلى شمال الليطاني، وهو يريد خلال هذه المهلة حتى يصل إلى وقف إطلاق نار أن يحقق مكاسب. هذه المكاسب تبدأ ربما بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ثم سحب سلاحه، وإلا ستستمر هذه الحملة العسكرية الغوغاء على لبنان. إلى أي حد يمكن أن نتخيل سقف التنازل لدى حزب الله في ظل الوضع الراهن الذي يمر به؟ أنا أرى أن حزب الله موجود في مأزق أصلا، يعني كل الأمور أو الظروف المحيطة بلبنان والمحيطة بمحور الممانعة تشي بأن حزب الله في مأزق. ما هو هذا المأزق؟ اليوم الجبهة السورية هادئة أكثر من اللزوم، وبالتالي هنا أيضا تطرح علامات استفهام. إيران هادئة أكثر من اللزوم وهي منفتحة على اتفاق مع الغرب واتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر اتفاقا نوويا دبلوماسيا، وهذا أيضا يؤثر سلبا على حزب الله. وأيضا العمليات العسكرية على الأرض من اغتيال فؤاد شكر إلى قضية البيجر، مرورا باغتيال الأمين العام والقيادات المجلس القيادي واستهداف مراكز المخابرات التابعة لحزب الله كلها واستهداف القيادات العامة، كلها تشي بأن حزب الله الآن يعني ظروفه الاستراتيجية لا تسمح له بأن يقدم الكثير أو يرفع الكثير من السقوف في التفاوض. أنا أعتقد أن لبنان بحاجة إلى تنازل، لبنان بحاجة إلى أن نتفاهم، إلى نقوم بوقف إطلاق نار ثم نتفاهم فيما بعد مع الدول الغربية ومع الأمم المتحدة ومع الدول الصديقة لاتفاق مع إسرائيل يضمن حماية لبنان، يضمن حماية الشعب اللبناني، يضمن بيئة حزب الله التي هي الآن تخشى بأنها حوصرت
بسبب الظروف السياسية مع المحيط، بسبب الظروف السياسية مع العالم العربي والخليج العربي التي مارست فيها هذه البيئة دعما لمحور الممانعة مقابل العرب ومقابل الخليج العربي، دعما لليمن وغيره، ودعما لكل الحركات التابعة لإيران وأذرع إيران في المنطقة، وأمام أيضا هجمة إسرائيلية في المنطقة. هو يعيش الآن، هذه البيئة تعيش في مرحلة صعبة، تريد أيضا أن تحقق ضمانات. أعتقد أن الضمان الأساسي لهذه البيئة ولهذه الفئة هو الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، وبدأ الحديث بشكل مباشر عن تسليح الجيش اللبناني. مرت تقارير البارحة في الصحافة الأمريكية، مرت تقارير أيضا في الصحافة العربية تتحدث عن اتجاه للولايات المتحدة الأمريكية لتسليح الجيش اللبناني وزيادة عديده، وهنا بالتالي تحضيرا لمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار على ما يبدو. لأجل هذه المرحلة الصعبة التي تتحدث عنها ولأجل هذه الضمانات التي لن تتحقق على المدى القريب، أستاذ مروان، هناك من يقول بأن الحزب من مصلحته أن يديم هذه المعركة، لأنه لا يريد أن يصبح بمواجهة أزمة داخلية، ويريد أن يطيل أمد الحرب حتى يحقق مكسب عسكري يقويه داخليا. ربما هذه الصفة تنطبق على نتنياهو، لا تنطبق على حزب الله. حزب الله في أقصى أيامه وفي أصعب أوقاته. البيئة، بيئة حزب الله، أو خلينا نحكي بين قوسين بشكل واضح، الشيعة في لبنان نازحين في كل المناطق اللبنانية، قرى الجنوبية كلها شبه مهدمة، الضاحية الجنوبية يوميا تتعرض للتدمير، بنية حزب الله الاستراتيجية العسكرية في الضاحية الجنوبية تقريبا كلها دمرت ولم يبقى منها شيء، بدءا من القيادة العامة انتهاءا بأصغر المراكز. إسرائيل الآن تفتش، وربما أقولها للمرة الأولى، تفتش عن أماكن تدعم حزب الله ولو بشيء بسيط، وتقوم بقصفها في كل المناطق اللبنانية. حزب الله في مأزق. لا أعتقد أن حزب الله يريد إطالة أمد هذه المعركة أبداً أبداً. هو يحتاج أصلاً لأن يشيع أمينه العام، يحتاج إلى وقت ليقوم بتشييع الأمين العام لحزب الله، يحتاج لوقت لانتخاب أمين عام جديد لحزب الله. فكيف يمكن أن يريد أن يطيل هذه المعركة؟ إطالة هذه المعركة جريمة، مع العلم أن كل المؤشرات المتاحة أمامنا تقول أننا لم ندخل ذروة الحرب بعد. اليومين الماضيين كانوا شبه هادئين بالنسبة للأتاك الإسرائيلي الذي كان يقوم به بشكل عام في المنطقة. أنا أخشى أن الإسرائيلي يحضر لعمل كبير، إن كان على مستوى إيران وإن كان على مستوى جبهة لبنان. نحن داخلون بمرحلة طويلة إذا ما تدخلت قوى كبرى، ويبدو هذه القوى يعني ظروفها غير مستعدة بالوقت الحالي، أو أنها لا تريد. سأعود لك للحديث عن ماهية العمل الكبير الذي تتحدث عنه أستاذ مروان. الآن معنا من القدس المحتلة عبر الهاتف مراسلتنا ريم العمري. ريم، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن صفارات إنذار في كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل عقب رصد لتسلل طائرة مسيرة، هل من تفاصيل؟ نعم ألاء، دوت صافرات الإنذار في كل مكان قبل قليل. الحقيقة في جديد الأمر ميدانيا أن الرشقة الصاروخية الأخيرة من جنوب لبنان، والتي بالفعل هناك إصابات مباشرة جراء هذه الرشقة التي انطلقت إلى خليج حيفا وإلى منطقة كريات آتا، هذه الإصابات أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، قال أن واحدة من هذه الإصابات خطيرة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء في هذه المنطقة. اثنتين من الإصابات خطيرة، ثلاثة صعبة وواحدة متوسطة جراء الرشقة الصاروخية التي انطلقت من لبنان نحو حيفا وعكا وكريات آتا. وأيضا قد رصد سقوط قذائف في منطقة خليج حيفا، ما أدى إلى هذه الإصابات وإلى انقطاع التيار الكهربائي. هناك فيديو منتشر الآن عبر ومتداول عبر وسائل الإعلام لأحد الإسرائيليين وهو مصاب في الطريق الرئيسي على الأرض في الشارع نتيجة سقوط صاروخ بشكل
بشكل مباشر على أحد الشوارع. ربما هذه من أكثر المرات التي يكون فيها عدد من الإصابات بشكل مباشر ألا بفعل الصواريخ. نتحدث نحن اليوم عن رشقات صاروخية كبيرة انطلقت منذ الأمس وهذا اليوم تحديدا على منطقة حيفا وخليج حيفا وما حولها، وهذا أدى إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قامت بتغيير التعليمات الخاصة بهذه المنطقة، حيث أنه تم تعطيل التعليم لهذا اليوم، وتم أيضا منع التجمعات في منطقة خليج حيفا بشكل بكل المنطقة، بالإضافة إلى أنه هناك الذهاب إلى الملاجئ من قبل السكان في هذه المنطقة. إذن ضوت صافرات الإنذار مرات متعددة هذا اليوم في مناطق متعددة، منها الجليل الأعلى والجليل الغربي وجنوب حيفا ومنطقة الكرمل، عشرات الصواريخ التي طالت أيضا مدينة الخضيرة ومحيطها ومدينة قيسارية حيث سقط فيها أيضا صاروخ مباشر، في حين فشلت المنظومات الدفاعية باعتراض بعض هذه الصواريخ التي سقطت بشكل مباشر. هذا الأمر ألا يأتي في الوقت الذي أيضا كان هناك عملية في منطقة الخضيرة، عملية طعن حيث أصيب 6 أشخاص على الأقل في هذه العملية أيضا في منطقة الخضيرة التي تعرضت لصواريخ. الشرطة الإسرائيلية تقول أنها اعتقلت المنفذ وهو أحد المواطنين من سكان مدينة أم الفحم في داخل الأراضي 48، وبعد أن كانت الشرطة قد قالت أنها ربما عملية ليست على خلفية قومية لكنها تراجعت فيما بعد وقالت أن خلفيتها قومية، والإسعاف أعلن أن هناك حالة حرجة نتيجة عملية الطعن في الخضرة. إذن الكثير من يعني الأمور والتطورات التي حدثت في الساعة الأخيرة يعني ريم، بخصوص ما أشرت له عن حيفا، هل هذا يشي بأن إسرائيل تتوقع بتطورات في الفترة المقبلة أو في الساعات القليلة المقبلة بينها وبين حزب الله؟ نعم، هي تعلم أن حزب الله لديه قدرة صاروخية قد تصل إلى مداها بعيد وقد يصل إلى وسط البلاد وإلى حيفا وما بعد حيفا أيضا، ولذلك هي تعلم تماما أنه من الممكن استخدام هذه الصواريخ، وخاصة بعد كلمة نعيم قاسم بالأمس التي تحدث بها أن الأمر سيشمل البلدات الشمالية ومن بعد أيضا البلدات الشمالية، في تلميح طبعا إلى منطقة حيفا وخليج حيفا. وبالتالي الاحتلال منذ الصباح أو منذ الأمس خلال المشاورات الأمنية التي قام بها قرر أن يزيد من أعداد الجيش على الجبهة الشمالية، كما قرر أن يصعد في غاراته على الجنوب اللبناني في المناطق الحدودية. هو يقول بأنه تمكن من القضاء على كثير من الأنفاق التابعة لحزب الله، يقول أيضا أنه تمكن من قتل العشرات من مقاتلي حزب الله، وشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مدن وبلدات الجنوب اللبناني التي لا تتوقف أبدا، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بنشر فيديو لجنود إسرائيليين يعني يدعي بأنهم في منطقة مارون الرأس وهم يضعون العلم الإسرائيلي على أحد المنازل في هذه المنطقة ويقومون بتفجير المناطق. طيب، ويقول أنه يتقدم بريا بشكل متطور في مناطق جنوب لبنان ويخوض أيضا معارك عنيفة بريا. ألا حزب الله ريم يقول استهدفنا منطقة زوفولون برشقة صاروخية كبيرة، ماذا نعرف عن هذه المنطقة؟ نعم، الجيش الإسرائيلي أعلن الآن أن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من الصواريخ، يبدو أن رشقات الصاروخية متواصلة ألا، بينما سقط عدد منها في منطقة الكريوت، وهذه هي جميعها مناطق في الشمال في محيط منطقة ومدينة حيفا وفي محيط خليج حيفا أيضا.
رشقات صاروخية متتابعة ومتتالية، معظم الصواريخ تسقط في المناطق الشمالية لكن منذ يومين، ومعظم الصواريخ تسقط في المناطق الأبعد من الاستهدافات التي كان يقوم حزب الله بإطلاق الصواريخ عليها، أو المناطق التي كان بالمعتاد يطلق الصواريخ عليها، يعني منذ الأمس ومنطقة خليج حيفا ومنطقة مدينة حيفا والإخديرة، بالمناسبة كلها في قضاء حيفا، يعني الإخديرة هي بلدة تقع في قضاء حيفا، كريات آتا أيضا من المستوطنات الموجودة في شمال حيفا. نحن نتحدث عن منطقة حيفا ككل، يعني كل هذه المناطق هي موجودة في محيط حيفا، لذلك هذا الاستهداف المباشر لها متواصل منذ الأيام الأخيرة، ويبدو أن حزب الله غير من استراتيجيته في إطلاق الصواريخ لتصل مداها إلى أبعد مما كانت تصل إليه من قبل. يبدو أنه في آلية جديدة لخوض الحرب مع الجيش الإسرائيلي أو مع إسرائيل بشكل عام، حيث أن صافرات الإنذار لم تتوقف عن الانطلاق منذ الصباح في مناطق متعددة. ألا ريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك أستاذ مروان. في ظل هذا التصعيد الذي يتضح بأن حزب الله يعمد له ميدانيا من خلال الصواريخ بعيدة المدى التي تصل إلى حيفا وما بعد حيفا، هل يشي ذلك باستشعاره بالعمل الكبير الذي تتحدث عنه كنت قبل قليل من قبل إسرائيل؟ نعم، حزب الله منذ الأول من أمس بدأ باستهداف مناطق مركزة أكثر في حيفا وفي خليج حيفا، ومن ضمن هذه المراكز مركز مدينة حيفا، المناطق السكنية في حيفا، ومن ضمنها أيضا بعض المواقع المهمة في مناطق صناعية في خليج حيفا. لماذا أدخل حزب الله؟ طبعا هذه التطور في العمل العسكري وتطور في الاستهدافات، لكن طبعا تأخر حزب الله في إدخال هذه المناطق ضمن بنك أهدافه، ربما كان يعني يجب أن يدخل هذه الأهداف في مراحل سابقة، وكان من المفترض أن يدخل أهداف أخرى في تل أبيب أو في جنوب تل أبيب ضمن خطته أو ضمن بنك أهدافه. لكن من الواضح بأن كما تحدثنا البارحة، حزب الله أعاد التقاط أنفاسه، أعاد ترتيب أموره بعد الضربات المتتالية عليه في بيروت وفي الجنوب اللبناني، وأعاد في المبادرة ومازال ضمن خطة معينة لا يمكن أن يتطور أكثر من هذه الخطة، ولا يمكن أن يضرب بصواريخ دقيقة أو باليستية متوفرة له أكثر من هذه الصواريخ المتواجدة الآن أو أكثر من هذا المدى. لماذا؟ المطلوب ربما في هناك فيتو إيراني، الإيراني على الخط، حزب الله لديه حسابات ميدانية ولديه حسابات أيضا إقليمية، من ضمن التأثير الإيراني الواضح الغير مفهوم بصراحة، لماذا ترك حزب الله للحظات الأخيرة ليدخل حيفا وخليج حيفا إلى مرمى نيرانه اليوم بعد هذا التدمير الكبير وفقدان القيادة وفقدان مجموعة كبيرة من السيطرة والقيادة لحزب الله؟ لماذا لم يدخل هذه الأهداف أو في ضمن بنك أهدافه في السابق؟ هنا علامات استفهام مهمة أيضا تقول بأن حزب الله كان لديه الإمكانية بأن يضرب وأن يقوم بتوازن ردعي منذ بداية هذه الأزمة، لكن لم يستفد من هذه الإمكانات على مدى الوقت، وربما الطيف الإيراني واضح جدا في هذه العملية. ربما يقول من يسمعنا بأن الحزب يتعرض لانتقادات سواء دخل أو دخل متأخرا أو كان يتعامل مع حسابات دقيقة في ضرباته تجاه إسرائيل. أستاذ مروان، لا، خلينا نكون واقعيين، يعني بنقول احنا باللبناني خلي يكون اجرينا على الارض. حزب الله اطربنا بالوقت السابق بانه يردع اسرائيل، اسرائيل تخاف منه، هو لديه قوه عسكريه عظيمه، لديه تدخل استراتيجي في سوريا وفي اليمن وفي العراق، وان لديه توازن رعب، ارسى اتفاقات اساسيه من ضمن اتفاق ترسيم الحدود البحريه مع اسرائيل، ارسل الهدهد اكثر من مره فوق فلسطين المحتله، اين الهدهد اليوم لا نعرف، هدد بضرب كريش، هدد بضرب 2500 موقع ومصنع في الشمال الإسرائيلي، قال الأمين العام السابق لحزب الله إذا قصفتم عاصمتنا أو الضاحية الجنوبية سنقصف تل أبيب، نحن ما من بخوش حيطان، نحن من هد بنايات، وإلى آخره. هذا كله كان من ضمن خطاب حزب الله. عندما نرى أن حزب الله متأخر جدا في الرد، وأنه بطيء في عملية الرد، وأنه دقيق وانتقائي في رده، وكل هذه الخسائر قد أمني بها،
نقول ونعود إلى السابق، نقول لماذا كان حزب الله يقوم بهذه الخطابات؟ يعني لو تذكرنا قليلا في الصراع الإسرائيلي العربي ظهر لنا جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان يطرب العالم العربي دائما في خطاباته الشهيرة، وحتى وصل للمفهوم لعند العرب أن العرب يريدون كب إسرائيل، هذا قبل 67، كب إسرائيل في البحر والقاهر والظافر والناصر. ثم حدثت حرب 67 فاتضح أن الجيش العربي المصري ضعيف، أن الجيوش العربية ضعيفة، أن لا إمكانيات عند العرب. في 6 ساعات مش بست أيام احتلت المناطق العربية. فنحن في مرحلة اليوم متقدمة، هذه الخطابات ما بقى تمشي على العالم. لذلك حزب الله مطالب بالمحاسبة، لكن مش بالحرب هلأ. بالحرب نحن في المعركة كلنا ضد العدو الإسرائيلي، لكن بعد الحرب هناك عملية مساءلة يجب أن تكون واضحة، بأن أنتم تحدثتم وضربتم بلسان وسيف إيران. اليوم نحن على أرض الواقع، من وقف معنا؟ إيران قاتلت على الأرض، إيران ضربت صواريخ من أجل لبنان، إيران أرسلت قوات، إيران تدخلت على المستوى كدولة. لك أين النظام السوري؟ اليوم نحن نتحدث عن تقارير تقول بأن النظام السوري أو مخابرات النظام السوري تعطي معلومات عن الإيرانيين وعن مواقع تابعة لحزب الله في سوريا. كيف هذا الأمور؟ كيف يعني تبنون مملكة ثم في الأخير تقولون نحن وحيدين؟ ما بيصير هالحديث. لجهة جمال عبد الناصر، هل يستطيع اليوم حزب الله النزول عن الشجرة قبل مواجهة مصير عبد الناصر والانكفاء؟ لأنه في النهاية لن يستطيع أن يكون نموذج السادات، لأن السادات حتى عندما اتجه إلى الخيار السلمي كان قد أقام معركة مع إسرائيل وانتصر فيها. بالتالي هذا يحيلني إلى سؤال، أن الحزب سيستمر في هذه المعركة من أجل أن يحصل انتصارات بعد ذلك سياسيا؟ لا، يعني هذا أنت كأنك تتحدثين عن 2006. 2006 حصل ما حصل، يعني 2006 صمد حزب الله في المعركة، ثم أتى القرار 1701، وحصل حزب الله من 2006 إلى اليوم، عم نحكي ب 18-19 سنة يمكن، حصل مكاسب سياسية على في لبنان وفي خارج لبنان. هذا لن يحصل اليوم، لماذا؟ لأن أول شيء أشائر المعركة أو إشارات المعركة تدل أن هذه المعركة هي معركة وجود، أحد من الأطراف يريد أن ينهي الآخر أو يفرض سيطرته، وواضح أصلا النتائج. الأمر الثاني، حزب الله لن يكون مثل أنور السادات، لأنه حزب الله دويلة وليس دولة. الذي ممكن أن يرثي هكذا معادلات هي دولة قائمة بحد ذاتها. اليوم الحزب يقول أنا خلف الدولة اللبنانية، طب الدولة اللبنانية تريد أن تتدخل لحماية الأرض. نحن لبنانيين في المعركة في الحرب، نحن مع حزب الله، لا يمكن أن نكون مع إسرائيل. ولكن عندما تنتهي هذه المعركة يجب أن نحاسب أنفسنا ونقول كيف أطلقتم هكذا تهديدات في وقت أنتم يعني لستم على هذا المستوى العالي، وليس وراكم أحد. إيران تركت حزب الله في المعركة، على عكس ما قال نعيم قاسم. اليوم ماذا قال نعيم قاسم في خطابه البارحة؟ أتى ليرمم موقف حزب الله والبيئة بيئة حزب الله من إيران، ويقول لا، إيران تقف معنا وتساندنا. ويأتي وزير الخارجية إلى بيروت ويقول نحن ما زلنا دول الطوق وندعم دول الطوق. يا أخي هذا الدعم لا يمكن أن يكون، الحرب بالنظارات هين. أنتم تريد يعني إذا بتكون تفوتوا معركة مثل ما عملتوا بسوريا، يجب أن تأتوا إلى الأرض، يجب أن تدعموا حزب الله بضرب صواريخ استراتيجية على ذكر على إيران إسرائيل. أستاذ مروان، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني يصرح قبل قليل إسماعيل قاني حول مصير إسماعيل قاني الذي ما زال مجهولا حتى الآن، يقول مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني بأن قاني يتمتع بصحة جيدة وسيمنحه القائد الأعلى وسام فتح خلال الأيام المقبلة. إن كان يتمتع بصحة جيدة لماذا لم يظهر حتى الآن، ولماذا انتظر مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني حتى اليوم ليصرح بهذا التصريح؟ يعني أنا أرى هذا التصريح يشبه تصريح الإيراني عقب الضربة في بيروت على اغتيال نصر الله، اغتيال نصر الله، عندما قالوا نصر الله في صحة جيدة وهو على قيد الحياة. إذا كان موجود وعلى قيد الحياة وبصحة جيدة اطلعوا واحكوا وقولوا. للأمانة حزب الله أصدق من هذه من 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 إيران، عندما يقتل له أحد أو يغتال له أحد فورا يصرح ويقول. ونحن علمنا من مصادر حزب الله أن كان اجتماع بين صفي الدين وبين قاني. هذه مصادر حزب الله. إذا عنده الحرس الثوري شيء جديد يتفضل يعلنوا. دعنا ننتقل إلى
أو في ذات الحديث عن الأطراف الأخرى في لبنان لن نتعد قليلا، سنبقى في الطرف الشيعي. نبيه بري اليوم يبدو وكأن نبيه بري يحضر لمرحلة مقبلة، يعني نشاهد العديد من المقالات حتى من جهات وصحف سعودية تتحدث عن أن نبيه بري هو البديل الممكن المنضوي تحت الدولة من أجل أن يحل محل حزب الله. كيف ترى هذه المقاربة بداية؟ هل يمكن أن ينجح نبيه بري بذلك؟ خلينا نحكي هذه المعادلة لبنانيا لأنه لا يفهمها إلا اللبناني، يعني نحكيها من أبناء البيت اللبناني. لا يمكن أن يكون أو تكون حركة أمل والرئيس نبيه بري بديلا عن حزب الله في المرحلة القادمة. هذا كلام يعني واضح في السياسة جلي جدا جدا. أولا كان الرئيس بري متماهي مع حزب الله وكانوا عاملين دابليكيت مع بعضهم الثنائي الشيعي، وكانوا رايحين بذات التوجهات السياسية في لبنان وفي ذات التوجهات السياسية في المنطقة، إلا أنه يعني حركة أمل لم تتدخل عسكريا في سوريا. الأمر الثاني، الآن يلعب مرحلة الرئيس بري وهذا واضح وجلي، أولا لأنه رئيس مجلس نواب ولأنه الكرسي الثاني في الدولة اللبنانية ولأنه الرأس الشيعي الأكبر الآن في السلطة في لبنان. لكن في المرحلة القادمة هل سيلعب دور الرئيس نبيه بري في أن يكون مفاوض بشكل مباشر أو سيكون لاعب سياسي يمثل كل الأطراف الشيعية؟ أنا أرى هذا كتير سابق لأوانه، لا يمكن لأي تقرير أن يتنبأ هكذا تنبؤ. أنا أعتقد المرحلة القادمة هي مرحلة جدد، أشخاص جدد، أشخاص على الساحة اللبنانية الوطنية لهم قدرة على التعاطي مع الجميع، لهم القدرة على حماية البيئة، حماية البيئة الشيعية بالتأكيد، ولهم القدرة على التعايش والاندماج مع كل الأطياف اللبنانية ومع العالم العربي، العالم العربي اللي هجر لبنان في فترة حكم حزب الله وسيطرته على الدولة اللبنانية. أيضا نريد أن نرمم العلاقة مع العالم العربي، نريد أن نرى العرب في لبنان ونرى لبنان في العرب. لكن هذه البدائل التي تتحدث عنها لا يبدو أن الساحة اللبنانية توفرها حتى الآن أستاذ مروان. ونبيه بري دائما كان صغيرا أمام عباءة موسى الصدر وعمامة حسن نصر الله، بالتالي يقال بأن هذه اللحظة هي لحظة وصول نبيه بري إلى قمة الهرم الشيعي في لبنان. أولا هناك أسماء شيعية يتعاطوا معها بشكل أساسي وكان لها دور في العديد من المبادرات الأمنية والسياسية وغيرها، لن أريد أن أذكر أسماء حتى لا أسوق لأحد. موجود أسماء ولدينا معلومات أنه في أسماء تسوق أن تكون في المرحلة القادمة أن يتعاطى مع الغرب وأن تكون أن تدير المرحلة على المستوى الشيعي. هناك يعني لواء عباس إبراهيم وغيره من الأسماء التي تحضر أصلا في الوقت السابق. يعني الحديث عن دولة الرئيس نبيه بري أن يكون يعني هو أصلا يعني في العمر متقدم وحركة أمل لها وجود لا ننكره، لكن هل حركة أمل تستطيع أن تدير كل هذه الدفة في المرحلة اللاحقة؟ في المرحلة الحالية أكيد الرئيس بري صمام أمان وهو رئيس مجلس نواب بطبيعة الحال، لكن لديه موقف. الموقف هنا أيضا يمكن أن يحسب في المرحلة اللاحقة. الآن كلنا لدينا موقف واحد، دفاع عن لبنان، لكن في مرحلة بعد وقف إطلاق النار، انتخابات رئيس جمهورية وإلى آخره، لن يكون لأحد لديه موقف حاد جدا كما كان في السابق. يعني عم نحكي الثنائي الشيعي، لن يكون له أكيد زمام، لن تكون له زمام الأمور. عباس إبراهيم قريب من سوريا أستاذ مروان، قريب من الجميع. من الجميع صحيح، أنا ما كنت أريد أن أقول اسم يعني حتى لا أسوق لأحد، بس أنت أجبرتيني يعني. قد يكون خيارا كذلك مفضلا بالنسبة للسوريين، لكن ماذا عن الطائفة السنية في لبنان أستاذ مروان؟ أين هي الآن من كل ما يجري؟ الطائفة السنية الآن تعيش في مرحلة خمول سياسي، وهذه المرحلة أتت يعني بعد العديد من الأزمات التي لحقت في لبنان، ومن ضمنها يعني تبعات سيطرة حزب الله سياسيا في على لبنان وتغليبه الأمر الواقع سياسيا، وثم أتى خروج الرئيس الحريري من العمل السياسي أيضا، وهو كان أكبر كتلة نيابية سنية موجودة في لبنان، أيضا أتت لتأتي على ما هو من مسلسلات تغييب الطائفة السنية. لكن الطائفة السنية هي طائفة جامعة القريبة من العالم العربي، وهي دائما الحاضنة الأساسية
للدولة اللبنانية التي تستطيع التحدث مع كل الطوائف، إن كانت الطائفة المسيحية الكريمة أو إن كانت الطائفة الشيعية أو كانت الطائفة الدرزية أو أي طائفة أخرى في لبنان. لذلك التعويل في المرحلة القادمة هو على إعادة دور الطائفة السنية عبر بهاء الحريري؟ لا، في هناك أسماء أخرى، يعني ربما بهاء الحريري ضمن هذه الأسماء، لكن الساحة السنية ولادة وفيها شخصيات كثيرة وكبيرة ممكن أن تتبوأ هذه المرحلة. أنا أرى أنه ممكن هناك يحضر أسماء تشبه رفيق الحريري في العام 1990، ربما هناك عند العرب نية لأن تكون هناك أيضا تجربة أخرى تشبه تجربة رفيق الحريري في لبنان. حزب الله يؤكد اشتباكه مع قوة إسرائيلية تحاول التسلل من ميس الجبل للمرة الأولى منذ بدء التوغل البري. ما زال حزب الله قادر على الاشتباك مع جيش الاحتلال ومانعا له للتوغل البري؟ هذه الفترة برأيك إلى أي، أو هذه الحالة إلى أي مدى يمكن أن تستمر؟ لا، حزب الله على في الميدان لديه أفضلية عالية منذ بدء العمليات البرية التي قال عنها نعيم قاسم في خطابه الأخير أنها بدأت منذ 7 أيام اليوم الثامن. دائما حزب الله متقدم في العمليات البرية، العمليات الميدانية، وهذا أمر طبيعي لأنه أولا يقاتل عن عقيدة وأنهم أبناء الأرض وأن لهم باع طويل في العمل القتالي الميداني، وبالتالي التقدم الميداني على الأرض سيحمل العدو الصهيوني خسائر كبيرة جدا ولو استمر إلى مدى أشهر. حزب الله يعني متحضر جيدا للعملية العسكرية البرية، لديه القدرة على التحرك، لا يمكن في الظروف الحالية المتواجد فيها الجبهة الآن لإسرائيل أن تتقدم بالبر إلا أن تقدم خسائر عالية جدا جدا، أو تتقدم ثم تنسحب، أو تقوم باستطلاع بالنار كما حدث البارحة وفي مارون الراس وفي العديسة واليوم في منطقة أخرى من الجنوب اللبناني. اليوم نحن نتحدث عن السيناريوهات، يعني ونحن نتحدث عن السيناريوهات الداخلية والمآلات، دعنا نعود لمصير حزب الله. إن كانت إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، هذا يعني بأن إسرائيل ذاهبة لتوغل بري، وما مآل هذا التوغل؟ هل ستكون حريصة على إنشاء منطقة عازلة، منطقة آمنة وصولا إلى نهر الليطاني، أم أنها ستعيد احتلال بيروت وستكون حريصة على البقاء في جنوب لبنان؟ نحن لا نريد أن يعني نغوص في يعني لا سمح الله في تحليلات ربما سابقة جدا لأوانها، لكن من الواضح أن الإسرائيلي يريد الدخول إلى الجنوب اللبناني ويريد فصل الجنوب عن باقي المناطق اللبنانية، وهذا أمر واضح جدا تقوم فيها القوات الإسرائيلية على مدى أيام متتالية من عملياتها البرية، بالتالي تريد فصل الجنوب عن لبنان، وهذا واضح في أن يكون ربما من ضمن خطة إسرائيل. لكن أن تحتل لبنان هذا أمر كبير جدا، لا أعتقد أن إسرائيل باستطاعتها أن تحتل أو أن تبقى في لبنان. هل تعتقد بأننا يجب أن ننتظر ماهية الرد الإسرائيلي على إيران أو الضربة الإسرائيلية التي تم الحديث عنها كثيرا قبل الأعياد اليهودية؟ يجب أن ننتظر هذه الضربة ثم بعدها نتحدث ما الذي سيجري في لبنان؟ نعم، حكما الضربة الإيرانية هي موضوع توقيت مهم جدا. الضربة الإسرائيلية على إيران تحدد مصير المنطقة في أكملها، ربما تكون ضربة قاسية جدا وتقوم بتدمير المرافق النووية والنفطية كما تحدثت التقارير الغربية. أنا أعتقد أن أي عمل بري واسع في لبنان لن يكون في هذه المرحلة إلا بعدها، ولن يكون إلا بعد أن تقوم إسرائيل بضربات أقوى وأقصى على لبنان، لأنه الآن الأرض غير مهيئة للدخول الإسرائيلي حكما. إسرائيل لا تستطيع أن تدخل بريا بتوغل واسع. تتحضر يعني كل السيناريوهات التي نراها، نحن نرى أن حشود عسكرية كبيرة أضعاف التي كانت موجودة في قطاع غزة تتحضر للدخول إلى الجنوب اللبناني، وهذه أيضا تعتبر من أكبر المرات التي حضرت إسرائيل قوات لتوغل بري في تاريخها. لذلك من الأكيد بأن أي عمل عسكري بري واسع في لبنان سوف لن يكون إلا بعد يعني الرد الإسرائيلي على إيران، ما إذا تم. ولكن الآن هناك حديث عن يعني ربما أن يكون هناك تفاهمات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية تؤخر أو تخفف. هل تبدو لك واشنطن راغبة فعلا في الوصول إلى حل
دبلوماسي في لبنان في ظل الدعم اللامتناهي لإسرائيل؟ لأنها حتى في حالة غزة كانت تتحدث عن الأمر، وكانت تتحدث عن جهود لوقف إطلاق النار، وأنه يجب إعادة الرهائن وما إلى ذلك، ثم نجدها تكون جنبا إلى جنب مع إسرائيل في كل خطوة تصعيدية تقوم بها. دائما إدارة بايدن كانت كذلك، يعني منذ معركة غزة إلى اليوم الإدارة الأمريكية تقول شيء وتفعل شيء آخر. لكن طبعا كلنا نعلم الانتخابات، نعيد ونكرر، الانتخابات الأمريكية هي عمل مفصلي، لا يمكن أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارات على مستوى هكذا مستوى عالي جدا في كبح إسرائيل أو في دعمها أو في إرساء معادلات جديدة في المنطقة ومنها اتفاقات أو وقف إطلاق نار. هذا كله مرهون بالانتخابات القادمة والإدارة القادمة. لكن من الواضح أن أمريكا ستكون مشاركة أساسية في عملية ضرب إيران إذا ما تمت، لأنه لا يمكن مشاركة؟ طبعا لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بضرب إيران وضرب منشآت نفطية أو نووية مترامية الأطراف في إيران من دون مساعدة القوات الأمريكية المتواجدة في الخليج العربي وفي البحر الأحمر من خلال القاذفات أو من خلال حاملات الطائرات أو الاستطلاع أصلا. اليوم مرة خبر بشكل سريع يتحدث عن أن الجهود الأمريكية نجحت في إقناع إسرائيل عدم استهداف المنشآت النووية. هل يمكن أن تكون الضربة الإسرائيلية بعيدا عن إطار استهداف المشروع النووي الإيراني أستاذ مروان؟ إذا لم تضرب المفاعلات النووية أو المنشآت النووية الإيرانية فإنها تكون هناك صفقة تمت داخل الأروقة الداخلية، وأن هذا إعلان لهذه الصفقة. يعني إذا هذا الإعلان صح ولم تقوم إسرائيل بضربه ضرب هذه المنشآت، شكل هذه الصفقة برأيك؟ تشبه الصفقات الماضية، يعني بيع أوراق في المنطقة. إيران لديها أوراق متعددة يمكنها أن تبيع وأن تعطي أوراق للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لديها ورقة لبنان، لديها ورقة اليمن، لديها ورقة العراق وأوراق متعددة جدا، وسوريا أيضا يمكن أن تبيع وتشتري إيران ما تشاء في المنطقة، وهذا جائز ربما لديهم في العمل الدبلوماسي. لكن سوريا، حتى في سوريا الآن تتصاعد الغارات الإسرائيلية هناك أستاذ مروان، هذا لا يشي بأن الصفقة يمكن أن تكون قريبة، أليس كذلك؟ في سوريا هناك لغط، يعني نحن لا نمكن أن نحدد الموقف الواضح من سوريا. ليش؟ لأنه السوري لا يعبر عن موقفه عندما يقصف، والإيراني لا يعبر عن موقفه عندما يضرب في سوريا، وحزب الله لا يعبر عن موقفه عندما يستهدف في سوريا. فهناك خلط في الأوراق. ثم من يقول أن النظام السوري يريد أن يترك أو يبيع أو يتخلى عن ورقة إيران لحماية نفوذه في سوريا، وثم من يقول بأن هناك ضغوطات روسية وإيرانية أيضا في الداخل السوري على النظام السوري. هناك لغط كبير جدا في الموضوع السوري. لكن الواضح أن إسرائيل هددت النظام السوري بشكل مباشر في أكثر من ضربة في عفور وفي المزة، لتقول أن إذا ما تدخلت في أي عمل مساندة لهذا المحور يمكن أن أختال الرموز كلها، رموز النظام السوري. وجدت الخبر أستاذ مروان، وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين: إسرائيل قد تشن هجوما أكبر من هجوم أبريل دون ضرب مواقع نووية ومنشآت نفطية. هذا عن وول ستريت جورنال. وول ستريت جورنال دائما يعني تقول تقارير ويعني نرى عكسها، ولكن لا أحد يتنبأ العملية تأخرت. الريبة في الموضوع بأن العملية تأخرت، نحن كنا نتوقعها في 48 ساعة الماضية قبل 7 من أكتوبر. نعم. يعني هل هي العملية خلص ستكون تنفيسي عن العملية الماضية وستكون ضرب عادي، وربما هناك اتفاق جرى في الأروقة والإيراني شاطر في عملية عقد الاتفاقات والبيع والشراء، أو أن إسرائيل تحضر لعملية كبرى جدا تريد أن تستقدم قاذفات أمريكية لها لتقوم منفردة في هذا العمل؟ هون ما هو المحدد الرئيسي لماهية الضربة سيكون في الساعات القليلة القادمة. سأعود لك أستاذ مروان. الآن معي من بعبدة أحمد القصير مراسلنا. أحمد، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد إطلاق نحو 20 صاروخ من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط عدد منها في البلدة، وكذلك ثمة إصابات. نعم، مرحبا آلاء. الوضع في لبنان وتحديدا في الضاحية الجنوبية هادئ منذ ليل الأمس وحتى اللحظة، إضافة إلى تسجيل ارتفاع للاشتباكات في الجنوب اللبناني وتحديدا على محور اللبونة، حيث أصدر حزب الله 3 بيانات تتحدث عن استهداف قوة عسكرية هناك وتقدم للقوات
جيش العدو الإسرائيلي، إضافة إلى أيضا استهدافهم برشقة صواريخ وبقذائف مدفعية واشتباكات. يعني أي المحور هذا يحاول التقدم به منه الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر، وتحصل هذه الاشتباكات في تلك النقطة، إضافة إلى عدة غارات جوية كانت قد طالت البقاع الشمالي وتحديدا بلدة الخضر وبلدات أخرى. بلدة الخضر تعرضت البارحة إلى غارة جوية أدت إلى سقوط منزل على ساكنيه، إضافة إلى أنه منذ ساعات قليلة كان هناك غارة على أحد البلدات الجنوبية اسمها بلدة الوردانية، وأدت إلى سقوط 6 ضحايا نتيجة هذا الاستهداف حتى اللحظة، ولا تزال هناك يعني أشخاص تحت الأنقاض وضحايا تحت الأنقاض نتيجة هذا الاستهداف. طيران الاستطلاع الإسرائيلي لا يزال يحلق في سماء لبنان وتحديدا في سماء بيروت وفوق الضحية الجنوبية، إضافة إلى أنه كان هناك 7 بيانات من حزب الله تتحدث عن اشتباكات مع جنود وأيضا استهدافات مع جنود، إضافة إلى رصد إطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاه مواقع إسرائيلية معادية في تلك النقطة. أحمد، ماذا بخصوص التصريحات من قبل المسؤولين اللبنانيين؟ هل من جديد؟ طبعا التصريحات كلها هي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى ثم تتطور أحمد الآن يرد عن إسرائيل هيوم تذكر مقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان أو إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، إذن هذا تطور قد يفرض ردة فعل إسرائيلية أكثر عنفا في الأيام المقبلة، حيث إسرائيل هيوم تقول مقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان. هذه المرة الثانية ربما أحمد التي ينجم عن صواريخ حزب الله مقتل إسرائيليين، صحيح؟ نعم لا، وهذا طبيعي جدا نتيجة أن محاولات التقدم التي تحصل في الجنوب اللبناني. يعني الآن نتحدث عن بيان لحزب الله جديد أن هناك كان محاولة تقدم من ناحية بلدة ميس الجبل، وكان هناك اشتباك بالأسلحة الصاروخية كما ذكرت بيان حزب الله في تلك النقطة، إضافة إلى أن حزب الله عاود لاستخدام قوته الصاروخية المتوسطة المدى والقصيرة المدى، إضافة إلى أنه في الأيام الماضية كان قد تراجع عن استخدام، لكن الآن في الاشتباكات الحاصلة تحديدا على الحدود الجنوبية والشمالية لفلسطين، الجنوبية للبنان والشمالية لفلسطين، حصل الاشتباكات نتيجة رصد هذه الصواريخ، وتحديدا أنه كان هناك حديث عن إطلاق 100 صاروخ أول البارحة، والبارحة أكثر من 30 صاروخ. طبعا ونحن نتحدث عن هذا التطور، هذا التطور يبدو بأنه ناجم عن إطلاق صواريخ اليوم باتجاه كريات شمونة. أحمد، الصواريخ التي حزب الله يوميا، يعني الآن في هذه الأثناء كان هناك حديث عن الصواريخ التي أطلقها حزب الله، كنت أتحدث أنه كل تقريبا 10 دقائق أو كل نصف ساعة أو كل ساعة يكون هناك بيان لحزب الله يتحدث عن إطلاق صواريخ أو اشتباك مع قوة للعدو الإسرائيلي في تلك النقطة. شكرا لك أحمد القصير مراسلنا من بعبدة. أستاذ مروان، لا يبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة أو باتجاه خيار وقف إطلاق النار بعد هذا التطور الذي ذكرناه قبل قليل. هذا تطور نتيجة للعمليات العسكرية، أنا لا أراه محطة مفصلية لتطور الأحداث أم لا. الأحداث أصلا تتطور بشكل دراماتيكي يومي، لكن ربما هناك تطورات أخرى ستأتي في الأيام القليلة كما أسلفنا. لكن حزب الله، الواضح أن حزب الله أعاد ترتيب صفوفه وأعاد زيادة الصواريخ التي يقصف بها إسرائيل. اليوم نحن نتحدث عن كل رشقة فيها 20 إلى 25 صاروخ وكلها رشقات بعيدة المدى، لا تستطيع القبة الحديدية أن اعتراض ولا مقلاع داود، وبالتالي هون نحن ذهبنا إلى مرحلة جديدة ربما تؤثر على العمليات العسكرية على الأرض، وربما كما قال نعيم قاسم بأننا نستطيع تهجير أضعاف مضاعفة المستوطنين في الشمال، سنزيد هذه الأرقام إلى أضعاف مضاعفة. يجب أن تكون هذه العملية مترافقة مع عمل عسكري ميداني أيضا على الأرض كما يحصل في مارون الراس. بالمناسبة أن مارون الراس والعديسة وكفركلة وهذه المناطق كلها في أماكن مرتفعة في الجنوب اللبناني، إسرائيل تحاول الدخول لها بشكل مستمر للإمساك بهذه المناطق الاستراتيجية التي تطل على المستوطنات الإسرائيلية وعلى السهول اللبنانية. لكن الأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة لها.
هي لطبيعة الجغرافيا كذلك مهمة مستحيلة يعني عسكريا على الأرض نحن اللبنانيين نعلم القتال كيف يكون، هذه عملية شبه مستحيلة. طيب عن مصير صفي الدين الذي يؤكد نتنياهو بأن عملية الاغتيال بحقه قد نجحت، حتى الآن الحزب لا يذكر شيئا بهذا الخصوص، لماذا تأخر بيان الحزب بخصوص صفي الدين، ومن تعتقد هي الشخصيات المرجحة لأن تكون في منصب أمين عام حزب الله في الفترة المقبلة؟ لا، حزب الله قال بأنه انقطع الاتصال بينه وبين صفي الدين، وقالوا أنه كان متواجد في المركز الذي تم استهدافه. وأنا حسب معلوماتي بأن المكان المستهدف إسرائيل تمنع الاقتراب منه وتضرب كل جرافة أو تضرب كل تحرك بشري أو آلي قريب من الموقع لضمان اغتيال هاشم صفي الدين، لكن حزب الله لا يعلن عن اغتيال أي شخص من أشخاصه أو قيادة من قياداته إلا أن يلتقط الجسة وتكون معه. لذلك من هو سؤالك كان من هو البديل؟ الآن في على مستوى المجلس الجهادي لم يبقى إلا نعيم قاسم الآن بالوقت الحالي، وثلاث شخصيات أخرى ليسوا في المجلس القيادي الجهادي، هم في مراكز أخرى تانية. أنا أعتقد أن الاسم القادم سوف لن يكون من الأسماء البارزة على المستوى الإعلامي، ستكون إحدى الشخصيات الداخلية العسكرية داخل حزب الله. وأنا أعتقد أن هناك أمور أخرى تؤخر انتخابات الأمين العام، ليست فقط أمور ميدانية عسكرية، ربما أمور إقليمية تتدخل أيضا فيها إيران، لأنه يجب أن يكون الأمين العام مقرب من النظام الحرس الثوري في إيران، وبالتالي لا يمكن. هذا حسب ماذا تريد إيران في الفترة المقبلة، إن نجحت الصفقة مع واشنطن أم لا. بالطبع يعني ستقرر طبيعة الشخصية، شخصية الشخص وكيف سيكون، هل سيكون دبلوماسي، هل سيكون سياسي، هل سيكون عسكري، هذه كلها يعني لن نكون أمام تجربة القسام أو حماس في غزة عندما اختارت يحيى سنوار. نحن أمام مرحلة أخرى ربما لن تحدد في الوقت الحالي. السؤال الأخير أستاذ مروان، قبل ساعتين الآن كنت أتناقش مع ضيوفي وتم ذكر أن الحزب استقبل رسالة من إيران قبيل اغتيال نصر الله بنصيحة أن يتم فصل الجبهات بين غزة وبين بيروت، وكان ثمت ذات الرسالة في بداية 7 أكتوبر العام الماضي أن لا تتدخلوا فيما يجري أو انتظروا بعد زيارة عبد اللهيان إلى بيروت إبان 7 أكتوبر. نعم. هل تعتقد بأن الحزب قادر على المناورة؟ ثم تهامش يتحرك لوحده الحزبه، لأنه حسب هذه الأخبار في المرتين تصرف الحزب بالطريقة التي يريدها. حزب الله على أكيد 100% أنه تصرف في مواقع معينة وفي مراحل معينة بطريقة ذاتية، وهذه كانت مجبر عليها حزب الله، وإلا كيف سيظهر إلى العالم بأنه يقاتل إسرائيل ويدعم حماس ووحدة الساحات وإلى آخره؟ فكان في مأزق، كان يريد الخروج من هذا المأزق في عملية دخوله في 8 أكتوبر، لكن إيران لم تكن تراها معركتها، إيران لم تكن ترى معركة طوفان الأقصى هي معركة لها، وذلك لعدة اعتبارات دبلوماسية وسياسية كانت تطمح إيران لأن تقوم فيها في مرحلة نهاية بايدن قبل أن تأتي إدارة الجمهوريون. أتت عملية طوفان الأقصى خربت على إيران هذه الطموحات. هو ورطهم السنوار يبدو. السنوار خلط الأوراق وورط كل الناس، ورط الإسرائيلي والأمريكي وورط حزب الله وورط كل من كان يدعي بأنه يدعم المقاومة، وبالتالي إيران كانت تريد أن تكون حذرة، حزب الله يريد أن يتقدم حتى يحفظ ماء وجهه، لكن ربما حزب الله يدفع ثمن الآن دخوله في 7 أكتوبر، وأنه أيضا يدفع ثمن وقوفه إلى جانب إيران ودعمه إيران في المنطقة. مروان حيدر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على نفق لحزب الله بالقرب من بلدة زارعيت وقام بتفجيره، مبينا أن النفق يجتاز الأراضي الإسرائيلية لمسافة نحو 10 أمتار من منطقة مروحيين جنوبية لبنان.
نترككم مع هذه الصور المباشرة ونلقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مع يارا.